وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. برحب بك دكتور، وتأكيد على مدار عام كامل كان هناك نشاط دبلوماسي مكثف على المستوى الخارجي على مختلف المحاور لتعزيز العلاقات المصرية مع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة. كيف تابعت هذه الجهود على مدار عام كامل، خاصة مع تصاعد حدة القضايا في المنطقة؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ولو وصفنا الملف السياسه الخارجيه الخاص بمصر فيه او الحيويه السياسيه المذهله اللي يعني عملتها مصر في خلال 2023، وده ليس وليد اللحظه، ولكن احنا منذ 2014 واحنا بنشاهد في ملف السياسه الخارجيه في حيويه في نشاط. لو حطينا عنوان بقى للسياسه او ملف السياسه الخارجيه في 2023 هنقول ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان البحث عن شركاء استراتيجيين غير تقليديين وممارسه الدبلوماسيه الصفريه. الشركاء الاستراتيجيين غير تقليديين حضرتك لو احنا تابعنا على مدار ال 2023 احنا شفنا زيارات متعدده وتبادل للزيارات مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارج مصر. احنا شفنا الرئيس المصري لاول مره زيارات في الاتحاد الافريقي في دول وجولات افريقيه في انجولا وزامبيا وموزمبيق في منتصف عام 2023، ودي اول زيارات كانت لرئيس مصري تحصل في الاتحاد الافريقي، ودائما قوي باهميه ورؤيه مصر الاستراتيجيه بالنسبه للاتحاد الافريقي وتوطين الصناعات الافريقيه في القاره الافريقيه وزياده معدلات البنى التجاره البينيه بين الدول الافريقيه بعضها مع البعض. على الجانب الاوروبي هنلاقي ايضا في شركاء استراتيجيين غير تقليديين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عملنا معاهم شراكات كبيره جدا، هنذكر اهمهم هو التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر في رسم الحدود المصريه الاقليميه للمياه الاقليميه علشان نوصل للامن امن الطاقه اللي موجود عندنا في مصر، ورسم منتدى الشرق الاوسط وتسعير او يبقى موجود عندنا في مصر بورصه لتسعير المتر المكعب من الغاز الطبيعي. كمان شركاء غير استراتيجيين احنا شفنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارات كبيره جدا في الهند، لو حضرتك تفتكر كده في عام 2023 اول زياره الرئيس مصري في احتفال الهند بالجمهوريه، احتفال لاول مره نشوف دوله الهند بتدعو رئيس من دول العالم خارج دولة الهند أن يحضر هذا المؤتمر. كمان شفنا هامش القمة العشرين اللي عقدت أيضا في سبتمبر في الهند ودعوة مصر لهذه القمة كانت رقم 18 في الهند، وده طبعا يعني بادرة قوية أن هناك يعني توافق في الرؤى والاستراتيجيات بين الدول أو بين المجتمع الدولي وبين مصر. هنلاقي حضرتك اشتراك مصر ايضا في مجتمع او دول الفيشجراد، وشفنا الشهر الماضي في نوفمبر 2023 كان في زياره كبيره جدا ومهمه جدا لرئيس دوله المجر في عندنا في مصر، ايضا رئيس دوله قبرص ايضا كان عندنا في مصر في نوفمبر. ايضا على المسار الدول الجوار ايضا هنلاقي مصر يعني بتتصدى لهذه الصراعات الداخليه لهذه الدول. وانا عايز ارجع تاني لمقوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الا وهي اللي أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار دول الجوار. بالتأكيد هذا ما يجعلنا ننتقل لنقطة هامة أيضا في الدبلوماسية المصرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، هذه القضية وهي واحدة من أهم الملفات والقضايا التي تحرص عليها مصر بالتأكيد منذ سنوات عدة وما زالت تعمل عليها حتى الآن. يعني كيف من وجهة نظرك يمكن أن تتلاقى الرؤى والجهود الدبلوماسية المصرية مع الجهود العربية و الإقليمية لحل حالة القضية ولوضع حد لهذا التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا في 2023 ولما حصل هذه الاشتباكات في 7 أكتوبر كانت مصر هي الدولة العربية او الدولة الوحيدة في المجتمع الدولي اللي صدر عنها بيان شديد اللهجة تشجب وتندد هذه الاشتباكات اللي حصل، وخاصة الهجوم البري اللي حصل من الجانب الاسرائيلي في قطاع غزة. كمان عايز اقول لحضرتك قمة القمم التي عقدت يوم 21 اكتوبر في العاصمة الادارية، قمة السلام واللي حضرها أكثر من 32 دولة وثلاث منظمات دولية. حضرتك لما ألاقي 32 دولة من المجتمع الدولي موجودين عندي في مصر عشان زي ما حضرتك بتقولي كده حلحلة هذه الأزمة، فض هذه الاشتباكات، إن احنا نقعد على طاولة المفاوضات ونحل هذا الموضوع، 32 دولة بيجوا مصر، يبقى أكيد أنا مصر
في المجتمع الدولي في رؤى، هذه الرؤى في توافق فيها، ولما يكون في منظمات دولية حضرتك احنا 65% من الإعانات او الإغاثات الإنسانية دخلت معبر رفح من جمهورية مصر العربية. احنا اول ناس بدأنا في هذه، لو تفتكر حضرتك اول 20 شاحنة دخلوا لقطاع غزة كانوا من معبر رفح من جمهورية مصر العربية، وقبلها كان أنطونيو جوديريش امين عام الامم المتحدة كان بيتكلم بيقول ان احنا عايزين نفتح معبر رفح. كل دي جهود إنسانية وجهود مستدامة، زي ما سيادة الرئيس كان بيقول ان احنا عايزين نعمل جهود مستدامة، دعم إنساني مستدام. اعتقد ان ده بيتبلور في المقترح المهم اللي بتعرضه مصر من يومين، في خلال ان احنا بنعمل مقترح مهم لوقف اطلاق النار وحل هذه القضية الفلسطينية. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الزوبي استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، كنت معنا عبر الهاتف.